سامر، نعم يظل يقيد باش نمشيو للعد اللي نتم عقد البيع والشراء. تسلمني انت المعمل والبالانس ونسلمك انا الشيك نتاعك وفوق منه اتعابك، كيف ما تفهمنا. فاش تفهمنا سي منصور؟ ما تفهمنا في حتى شيء. وعلى كل حال المعمل والبالانسي مانيش انا اللي نتصرف فيهم، ملك بنتي ريم. كيفاش؟ اي نعم يا سيدي، ما ننكرش شريت المعمل والبالانسي، اما باسم بنتي ريم، هي عطاتني التوكيل وانا كتبت لها كل شيء باسمها. بنت كريم؟ يا سي عم عمر. نعم. دار فيك فارك يلعب على السكر اليوم وتحب تفدلك. لا يا وليدي ماليش نفدلك بجدي. رد بالك عم عمر، راك قاعد تلعب بالنار. نلعب بالنار؟ اقعدوا فيها. عم عمر. نعم. انت رجل كبير وفي مثابة بابا، ما تخلينيش نغلط معاك عخاطر انك ينغلط مع حد نضره. الشيك انت كتبته بخط يدك وصححته وعلى بياض، النجم غدوة نهزه للبوليسية تعدي عمرك كله في الحبس. تخوف فيا بالحبس؟ حبس ما نخافش منه، ربيت عليه الكبدة الحبس. 30 سنة عديتهم فيه، شعري أكحل دخلته، خرجت منه شعري أبيض، زروسي حطيتهم فيه الحبس. اسمعني مليح عم عمر، كي نبدأ نحكي معاك تنقص من التهثريم وما عادش تعلي صوتك، على خاطر أنا فيا قابل نتيك، نوفالك عمرك، نذبحك بهيمك دم قرعة، فهمت ولا؟ أنا عمري ما عادش يهمني يا منصور، أنا الكيف متاعي كي ماركيت البونت متاعي، وهذه بداية. عم عمر. سامحني توا غلطت معاك وتنرفزت عليك، اما شنو رايك نعمل مفاهمه نتاع بو ولدو؟ انا عندي برشا مشاكل نتاع كمبيالات وقروض من البنك، اذا كان ما نريقلش روحي وما تعاونيش نضيع وندخل الحبس بالد. ترضى هكا ولدك يدخل الحبس؟ وانا شهمني الكمبيالات نتاعك، انا اللي علي عملته، وانت كان عندك ريح ذري 50 مش 10 كيما يقولوا. في هالدبارة يا نسيبي العزيز، جاتك الصحة في هالدبارة. صحة ليه؟ عدي عليه. عدي عليك انت؟ ها؟ يا سي منصور انا اسكت. سكت خير من كلامك. لو كان خليتني وحدي خير. لو كان عملت على روحي وخدمت مخي خير. بهمتي وتستيقتي اني نسمع كلام واحد كيف كنتي. معلم. ما يزيش يا معلم اللي انا فيه تتكلم عليا انت بكلامك، ما فماش واحد ما يغلطش في الدنيا. تعرف شنو غلطتي انا؟ غلطتي اني عرفتك، غلطتي اني استقربتك واعطيتك وذني يا اخي، وليت تدبر. يا دبر توا يا مدبر، دبر عاد. شكون توا باش يتحمل معايا؟ شكون باش يخسر معايا بعد ما خسرت كل شيء؟ خسرت المعمل وخسرت البالانسي. جاوبني اسمع فيك. غلطي يا نسيبي العزيز الكبيرة أني أنا قربتك وتسهلت معاك واستسهلت الحكاية. نسخايبك قداد يا أخي طلعت لي غداد غداد. عم عمر. عسلامة. شنو حوالك؟ أنا نعرف اللي انت لباس، أما أنا هو اللي مش لباس. كبرت يما ما عشت عقلاني، شعري شاب وفمي باش يطيح. وتوحشتك فديت من الدنيا، توحشت نجيك
تعب ضمين صدرك مركض أنا جايك يا أم شفيك شوفيني ما تعقلينيش يا ام سامحيني واش عندك فيا روحي هانت عليا سامحيني واش عندك فيا روحي هانت عليا يا أمّا قلبي على البلاد مشيت لحيت مشيت في السقيط لا أخلاق لا ما يحبوش شكون يخدم ما يحبوش شكون يعمل الثروة ما يحبوش شكون يعاون الناس ما يحبوش شكون يتبع القوانين ما يحبوش يرتبوني بالخطفة والنهبة حب الفقر سي ناس حب الكمال حب الفقر حب الفقر حب الفقر العدل الاخلاق الوطنيه الاخلاق يا نار على تونس اي اما يلزمنا نقف يلزمنا نقف يلزمنا 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 سي ناصر برد دمك وريد روحك وريد اعصابك لا خليها وحدك خلقش روحك بلاد القانون بلاد القانون نورمال ما هو بلاد المؤسسات بلاد القانون بلاد المحبه لاباس يا ناس لاباس 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 شات اما نحن لهم سي ناصر نحن لهم الاغنية تلبى الاخرين عندي ما نحكي معك راس راس سامحني سي ناصر ما عندي ما نحكي معك راس راس ليه عندك اش تحبي انت تو ورث جدك ماك خذيتها هكا توجي مازال حساب طويل اخلاق هذي عايشة البرة بس فزت الاخلاق ولا تقول لي مازال حساب طويل كمل كمل قالي حتى واحد واحد الجيل نتاعك وين وصلنا بفرض انت قاتلهم عليا برا امشي كلم المدير نتاع ليسي قولوا لهم الحكايه نعم يلم الحكايه شنو قاعدين في الوزارات يلموا في الحكايات احنا شو مجلس التاديب اجتمع وقرر انه مرفوض ولدك من جميع المعاهد في الجمهوريه التونسيه قد كلم الحكايه يلم الحكايه كلم المدير هاي لها وقعدك بطال وبرا عاد بشد لك وجهك توا افرح بيه ها عفاف انا ما نعرف شيء في بالك مين ماناش فرد ليسي ويا اخي ولدك من وقتاش يحكي لي تعيط تعمل في يدك هكا مشد بيت مشد بيت تحرك ما تعرفوا شيء وي وي تفضل شكونك انت عباس انت جبد ساقك ما نحبش تعرف الدار هذيا سيح نعمل داكوردو تفضل قالوا لي اللي انت جيت الليسي خذ الكل خاطر افترضت محسوب القراية وين باش توصل القراية هي اللي كانت باش ترجعك راجل هاك انت راجل يزي اخذ 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 سكر الباب سكر الباب فضيحة كارثة لو كان هرب الطفل هذاك والله اعلم عليش كان نجم يعمل هو في حالة هروب كارثة 30 سنة سي يونس 30 سنة وانا في المسؤولية حتى حد ما تجرأ وعمل لي اقل من العملة هذه
وصلوني الباب لانتريت وبعد يحبوا يردوني مضحكة في الوزارة وفي الإدارة، يحبوا نخرج لانتريت وانا راسي مطبس مطرز يلطف بيك. وين هو الريد هذاك؟ وين ماذا بينك؟ استغفر الله يا رب. اسمع، احشي ولدي في السيلون، نحب وين تلغى دماغش، نحب نشوفه نشوفه لو نعمل نرتكب جريمة كبيرة.